زارين لك شو عم تعملي؟ ما ضل فيكي عقل؟ شو جناتي؟ خليني موت أحسن لي. قلي لي أنا مشان شو بدي كمل حياتي؟ فرحان صار لوحدة تانية. اصحي بقى بنتي. خالتي صح أنا هلأ عم اتنفس، بس هذا ما بيعني إني عايش. أعطيني خليني موت. لا بترجع. بكفي زارين، طولي بالك، مو بهاي الطريقة بتنحل الأمور. ما ضل في شي بيناتنا لينحل. زارين إلك حق بابن فرحان مثل ما ترى إلي حق فيه بالضبط. إلي حق؟ كيف يعني إلي حق بهذا الولد؟ بنتي يعني مثلك مثل أمه. أنت وفرحان ما نكون منفصلين. بس فرحان بعد اللي صار ما عاد بده يشوفه الشي. لا تخافي، رح أحكي معه وكل شي رح ينحل. بس بدك توعديني زارين تتغيري وما عاد تعملي هيك. قلي لي شو قصدك؟ أنا قصدي تصيري أحسن وما عاد تعملي مشاكل بالبيت ولا تخربي علاقتنا ببعض. وكمان كملي. شو لسه؟ بدي تديري بالك على تارا. أنا بعرف منيح إنه هالموضوع مو سهل. بعرف إنك عم تتعذبي بحياتك، بس الحياة فيها عذاب وفيها تضحية. أنا سبق ووعدتك إنه مكانتك بهالبيت ما تتغير. وبرجع بقلك لساتني عند كلامي. هلأ وبعدين رح تضل مكانتك، أنا بوعدك زارين. خالتي أنت عم تحكي عن جد؟ إيه. بس خلصت.